لا ينقصك لركوب هذه الطائرة سوى الشغف والقدرة على دفع تكاليف التدريب. هذا المدرج وهذه الطائرات متعددة الأشكال والأحجام هي جزء من ناد للتدريب على الطيران الآخذ في الانتشار بين الشبان في السعودية. خالد أحد هؤلاء، فقبل المجيء إلى هنا كان وما يزال يعمل في مجال قطاع المقاولات البحرية وبيع القوارب، أما الآن فقد أضاف إلى رصيد خبراته قيادة أنواع مختلفة من الطائرات. والله هي البداية بيكون لها رهبة أو خوف، لكن طبعا مع الاستمرار وعدم الانقطاع بيبدأ يروح الخوف. هذا زي أول مرة الواحد بيسوق سيارة. طبعا هواية البحر زيها زي الجو، هذه مو على الأرض وهذه مو على الأرض، الاثنين واحدة في الجو واحدة في البحر، الاثنين مو على الأرض. الهواية حقت الطيران قريبة من هواية البحر في بعض الأشياء، زي مثلا انت عندك انت في وسط البحر بتكون في يخت او في بوت او في قارب صغير، ونفس الشيء في الجو انت بتكون في طائرة صغيرة. تبدو هذه الطائرات خفيفة الوزن مختلفة في اشكالها ومحركاتها عن الطائرات العادية، فهذه الطائرة المروحية تعتمد على المدرج للإقلاع والهبوط، اما مروحتها فتعتمد بالدرجة الاولى على قوة الهواء ودفع المروحة الخلفية. طبعاً طائرات الجايروكوبتر هي أحد الطائرات الرياضية الخفيفة. تزن هذه الطائرة 250 كيلو، تستطيع قطع مسافات تصل إلى 450 كيلو. التدريب فيها يحتاج إلى 30 ساعة تدريبية، يستطيع إكمالها المتدرب خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم. يحصل بعدها على رخصة من هيئة الطيران المدني على هذا النوع من الطائرات. طبعا الطائرات الشراعية الأخرى هذه هي طائرات تعتبر تسمى ترايك، كرسيين. التدريب فيها يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين، مدة وتكلفة الدورة من أبسط الدورات التدريبية جدا بسيطة. أسعار هذه الطائرات أيضا رخيصة، تتراوح من 30-35 ألف دولار تقريبا. فيها نظام براشوت احتياطي أيضا، هنا يستطيع الطالب في أي حالة طوارئ أن يستخدم براشوت احتياطي. الله المستعان على حيجة. عندنا هنا طائرات أخرى هي طائرات الميكرولايت، من أكثر الطائرات شهرة وانتشارا حول العالم، تتميز بالمنوفر العالي وخفة الوزن وأيضا في السرعة العالية وتحملها لسرعات هواء أعلى. التدريب هاي يستغرق وقت يتراوح من أسبوع إلى أسبوعين، أيضا إلى 3 أسابيع ماكسيمم. حتى تتمكن من قيادة هذه الطائرة يجب عليك إتمام 30 ساعة تدريبية، أما إذا اخترت الجلوس على هذا المقعد فما عليك سوى شد الحزام والاستمتاع بالرحلة. يحلو لكثيرين ارتياد شاطئ جدة سيراً وعبر قوارب صغيرة، أما بالتحليق بطائرة مكشوفة فالمشاهدة من السماء تكون أكثر متعة وإثارة. عبدالله الزبيدي، الجزيرة، جدة.